أخبار الرياضة على الحياة أفا. بيكون في لايف سبور الأخبار المحلية. الترجي الرياضي توصل إلى اتفاق رسمي لانتداب اللاعب السابق للنادي الصفاقسي حسام دكدوغ، ومن المنتظر أن يمضي دكدوغ على عقد انتقاله للترجي الرياضي مباشرة بعد عودته من المغرب. سجل اللاعب التونسي حمزة المثلوثي عودته لتشكيلة الزمالك المصري بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وشارك المثلوثي أساسي في المباراة الودية لجمعة الزمالك بمصر المقصة وانتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف. وجاءت عودة المثلوثي في وقت حاسم سيخوض فيه الزمالك لقاءات هامة في الدوري إضافة إلى نهائي الكأس أمام الأهلي يوم 21 جويلية. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم فتح حساب بنكي خاص بنزاعات النادي الرياضي الصفاقسي. وأكدت الجامعة في بلاغ أنه فتح الحساب كان بطلب من النادي الرياضي الصفاقسي، وأكد ذات البلاغ أنه سيتم الكشف بصفة دورية على قيمة الأموال التي تم إيداعها بالحساب والنزاعات التي سيتم تسويتها ومتابعتها بالتنسيق مع هيئة النادي الرياضي الصفاقسي. بدل الاختصاص من كرة القدم كرة اليد، أعلن رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد السيد كريم الهلالي في تدوين أنشرها يوم أمس عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك عن فوز تونس بشرف تنظيم البطولة العربية للأندية البطلة الفائزة بالكأس والمؤهلة لكأس العالم. وصلوا مع كرة اليد أنهى منتخب كرة اليد مشاركته في الألعاب المتوسطية بوهران في المركز الخامس بعد فوزه البارحة على الجزائر بنتيجة 39 مقابل 35 بعد تمديد الوقت. في المقابل أنهى منتخب السيدات المسابقة في المركز السادس بعد هزيمته مع تركيا بنتيجة 34 مقابل 29. في الألعاب الفردية توج فراس القطوسي بالميدالية البرونزية بعد هزيمته في المربع الذهبي أمام المصري سيف عيسى، صاحب الميدالية البرونزية في الأولمبية طوكيو 2020 على نتيجة 7 مقابل 5، وهي أول ميدالية للتايكواندو مع اختتام المشاركة في الألعاب المتوسطية وهران 2022. في التنس تلتقي نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر اليوم الثلاثة التشيكية ماريا بوسكوفا المصنفة 66 عالميا بداية من 3:30 بتوقيت تونس في إطار منافسات الدور الربع النهائي لبطولة ويبلدون للتنس، وتسعى البطلة التونسية لمواصلة مسيرتها والتتويج بهذا اللقب. في العالم أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا ضم أندرياس مدافع تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأصدر برشلونة بيان رسمي كشف خلاله عن ضم كريستينس لمدة 4 سنوات حتى جوان 2026 بشرط جزائي قيمته 500 مليون يورو، وسيتم تقديم أندرياس إلى وسائل الإعلام يوم الخميس المقبل. وصلوا مع برشلونة كما أعلن بشكل رسمي ضم الإيفواري فرانكيسي نجم وسط ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية، يضمن الماء عدم إصابتك بالجفاف فهو يحافظ على درجة حرارة الجسم، كما يساعد أيضا على حمايتك من خطر التعرض لضربة الشمس والإصابة بالحمى. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم. أخبار الرياضة على الحياة أفهم.